تعالوا ناخد معانا الأستاذ أحمد سعيد، وهو مسؤول المتابعة الميدانية بمؤسسة حياة كريمة. ازيك يا أستاذ؟ تمام والله، الحمد لله. ازيك يا أستاذ؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ازيك انت، عامل ايه؟ تمام والله، كله ماشي؟ الحمد لله. فرحنا بقى. بص، خليني اقول لك، يعني احنا المجهود بتاعنا اللي هو بدأ فعلا يعني يظهر النهارده ده، يعني نتيجة تقريبا شهر شغل. احنا بدأنا شغل على موضوع التحالف الوطني، انت اكيد عارف ان احنا وقعنا ميثاق التحالف اول امبارح يوم الاحد. ده التحالف الوطني اللي هو للجمعيات الاهليه العامله في مجال عموما يعني المجتمع المدني. كان طبعا يعني معانا عدد كبير قوي من الجمعيات الاهليه الكبيره والمؤسسات اللي هي شغاله في العمل الاهلي والتنموي. الحقيقه التحالف ده احنا بدأناه علشان نخلي جهودنا كلها تتكامل وتتضافر لخدمه المواطن المصري. حلو. يعني احنا كنا دلوقتي قبل كده كنا بنلاقي كل مؤسسه او جمعيه بتنزل بتستهدف فئه معينه او شريحه معينه او محافظه معينه، ولكن ما كانش فيه توحيد للجهود، فممكن تلاقي بيحصل فيه زي دوبليكيشن او اوفرلابنج ما بين المؤسسات وبعضها، ان كل واحد ليه فئه بيستهدفها او قطاع بيستهدفه، فبالتالي ممكن يوصل الدعم ده او الخير ده يوصل ليه فرد مره واثنين وثلاثه وما يوصلش لاسره ثانيه او لفرد ثاني في محافظه ثانيه او في قريه ثانيه. فالحقيقه يعني كان الميثاق ده هو فعلا يعني تكليل لتوحيد جهود العمل الاهلي، وان احنا فعلا نخدم كل الفئات المستهدفه وان احنا نوسع القاعده بتاعت الشريحه اللي احنا بنستهدفها. طيب، ده عظيم جدا. كان بدايه العمل الحقيقي بتاعنا. خليني اقول لك برضو ان احنا بننسق ما بيننا وما بين بعض، ان احنا بنعمل دلوقتي قاعده بيانات، وتقريبا يعني قربنا على الانتهاء منها قاعده البيانات والمعلومات دي اللي هي هنشكل بيها يعني اساس البناء بتاع التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي. ده علشان نقدر نوسع قاعده المستهدفين بتوعنا عشان ما يحصلش تكرار زي ما قلت لحضرتك، وبرضو ننسق ما بيننا وما بين بعض الفئات اللي احنا هنستهدفها. كل مؤسسه او كل جمعيه هتستهدف مجموعه من الناس، وبالتالي المؤسسه الاخرى هتكون عندها علم بالمجموعه اللي هي نزلت لها او الفئه اللي هي استهدفتها، فبالتالي توجه جهودها لفئه ثانيه ما كانش بيوصل لها الدعم ده. طيب، الداتا بيز بقى دي اللي عملتوها يا احمد، دي بالمشاركه مع زي لو اعتبرنا كده شركاء النجاح في حياه كريمه؟ بالظبط كده. احنا كافه المؤسسات الكبرى اللي هي شغاله في العمل الاهلي والتنموي في مصر، يعني بدءا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه ومؤسسات حياه كريمه ومؤسسات ثانيه كتير، انا مش عايز يعني انسى الاسماء كلها، يعني ما يفوق 20 مؤسسه. كنا قاعدين يوم الاحد وقعنا الميثاق ما بيننا وبين بعض على ان احنا ننسق الجهود كلها في اطار ان احنا بنوسع قاعده المستهدفين ده عن طريق ان احنا بنشترك في قاعده بيانات واحده ومعلومات واحده اللي بيها هنوصل الخير لكل المستحقين بدون ما يحصل تكرار. حلو جدا 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 جدا. طيب، يعني دلوقتي بقى احنا اللي انا فهمته ان احنا في عندنا مرحله اولى من 5 محافظات، صح كده؟ بالظبط. احنا النهارده بدانا، يعني ده اشتغلنا عليه تقريبا من الفجر امبارح، ولحد دلوقتي احنا مستمرين، يعني احنا في غرفه العمليات شغالين لحد دلوقتي، مستمرين على مدار ال 24 ساعه. بدانا بالويف الاولى اللي هم 5 محافظات. بدأنا بالبحيره وبني سويف وشرقيه وكفر الشيخ والمنيا. جميل. دي الويف الاولى، وطلعنا يعني ما يقارب دلوقتي حتى الان 16,000 كرتونه طلعوا بعدد 8 شاحنات، ولسه بيستمر يعني العمل. ان شاء الله النهارده هنخلص 30,000 باذن الله. باذن الله. طيب، الموجه الاولى، بلاش كلمه الموجه دي، الموجه دي عندي بتيجي على طول ايه؟ الموجه التضخميه، الموجه بقول لك ايه؟ المرحله المثمره الاولى. الموجه الاولى من الخير. يا رب دايما خير. المرحله الرائعه الاولى دي تخلص امتى؟ وتبدا بقى امتى المرحله الثانيه بتاعتنا؟ خليني اقول لك ان الموجات ديت دي هتبقى متتابعه. حلو. هيحصل فيه يعني اوفرلابنج، يعني دلوقتي انا بطلع للبحيره وبني سويف والشرقيه وكفر الشيخ والمنيا، 5 محافظات دول انا بدات اطلع لهم النهارده وبكره، ويستمر العمل. ولكن بكره هزود كمان في بعض المحافظات الثانيه من الويف الثانيه ان شاء الله، وهكذا بيستمر العمل خلال الاسبوعين دول، ان احنا بنودي كل الشاحنات الى المحافظات كلها ال 27 محافظه،
وهيتم التخزين داخل المخازن الاستراتيجيه للمحافظات، ثم بعد كده توزيع للمراكز، وان شاء الله هنكون انتهينا من عمليه التوزيع قبل رمضان باذن الله. يعني باذن الله باذن الله باذن الله قبل يوم 2 ابريل هنكون وزعنا على الناس 1,000,000 كرتونه باذن الله. ابو حميد مؤسسه حياه كريمه هتكون خلصت 1,000,000 كرتونه قبل بدايه رمضان باذن الله. ابو حميد ده اكيد، يا احنا سهرانين ليل ونهار، يعني انا مش عايز اقول لك يعني احنا ما بننامش تقريبا، احنا بقالنا تقريبا يعني اسبوع كل واحد فينا بينام مثلا تقريبا ساعتين او ثلاثه. يعني النهارده بدايه ثمره النجاح بتاعنا، احنا شغالين طول الفتره اللي فاتت دي بناء على الاعداد الميثاق بتاع التحالف والاجتماعات اللي انعقدت مع كل المؤسسات، وان احنا بنحاول نجهز للقافله دي من بدري جدا. عايز اقول لك ان دلوقتي يعني ده الثمره بقى فعلا بتاعه النجاح، ان احنا بدانا نطلق النهارده الويف الاولى لتوصيل الشحنات للمحافظات اللي هي المرحله الاولانيه، وهنستمر في التوصيل للمحافظات الباقيه تباعا مع الاستمرار كمان في المرحله الاولى والانتهاء منها ثم الثانيه والثالثه، يعني كله هيبقى امبارل مع بعض. يعني باذن الله على يوم 2 او قبل يوم 2 رمضان هنقول مثلا ان شاء الله قبل 2 ابريل 1 ابريل هنكون باذن الله وزعنا 1,000,000 كرتونه بالظبط. طب ما تقول لي بالمناسبه كده، اصل انا حابب ان انا اقعد يعني ايه اناكف فيك شويه، قول لي الكرتونه فيها ايه؟ الكرتونه كلها مواد جافه، يعني عشان برضه نضمن ان هي توصل، يعني يعني مثلا ايه، رز وعدس وفول ومكرونه، فيها رز فيها مكرونه فيها عدس فيها سمنه فيها زيت فيها صلصه. الوزن الكلي للكرتونه حوالي 11 كيلو او 11 كيلو يعني بعض الجرامات يعني زياده، بس ده بالنسبه للمحتوى الكرتونه. اوكي حلو جدا. طيب دي كده مواصفات او مكونات او محتويات الكرتونه اللي بنوزعها. طيب هل من باب الدلع، يعني من باب الدلع يعني ان انا اقول والله مثلا الحته دي او القريه دي او المنطقه دي ممكن ما يبقاش ليهم احتياج قوي مثلا للرز، فزود له بداله فول او عدس او مكرون، يعني حاجه جت على بالي بصراحه. هي فكره جميله جدا على فكره، يعني هي فكره حلوه ان انت تستهدف كمان بجد ولا بتجاملني؟ لا بكلم بجد فعلا، خدني معاكوا في حياه كريمه لو سمحت. لا انا بكلم بجد ان هي فكره فعلا كويسه جدا. طب حلو. الاستهداف كمان ممكن يبقى على الـ يعني على المواد نفسها الغذائيه اللي هتوصل لها، ان هو في القريه دي او في المركز ده هو متوفر جدا مثلا المكرونه بسعر معقول او متوفر الرز بسعر معقول، فهو مش محتاج مثلا للرز قد ما هو محتاج لبعض المكونات الثانيه. فدي فكره كويسه جدا هنقعد نشتغل عليها. شوف الامانه انا اشكرك حقيقي انه عبد العظيم صاحبي زميلي المخرج هو اللي قال لي عليها دلوقتي، فوبعدين احنا فكرة عظيمة جدا. خدوا عبد العظيم معاكم في حياه كريمه هينفعكم جدا. ينور ده اكيد ده طبعا. ايه ده، انا بقول لك عبد العظيم ده عامل ازاي، ده رهيب رهيب في موضوع بقى الداتا بيز والحاجات والكلام ده، شاطر قوي في الموضوع ده. انا بشكرك جدا يا احمد، الف شكر، واشكر لي بعد اذنك بالنيابه كل الفريق بتاعكم بجد، يعني ربنا يخليكوا ربنا يخليكوا يعني ويخليكوا للغلابه بصراحه. الف شكر ليك يا احمد، كل الشكر للعزيز احمد سعيد مسؤول المتابعه الميدانيه بمؤسسه حياه كريمه.